بما اننا اتكلمنا عن المنتخبات نروح لمنتخبنا الوطني، رأيك ايه في قائمة منتخب مصر في امم افريقيا؟ منتخب مصر، بس انا كنت شايف يعني هفضل اعيد وازيد في نفس الموضوع. تبعية طارق حامد امر غريب جدا، مش مفهوم فنيا تماما، خاصة ان مفيش طرف من الاتنين اكد ان في مشكلة. يعني مفيش مشكلة حصلت، تمام، ومفيش استبعاد برضو ليه حسين فيصل. حسين يعني مش من العناصر اللي عندها الخبرات الكبيرة اللي هيصنع الفارق في امم افريقيا. بس حسين كانت من العناصر المبشرة، من العناصر برضو المهمة جدا واللي صنعت فارق في كأس العرب وقدمه بشكل كويس. طيب بالعكس احنا اكتشفنا حسين فيصل بشكل كبير تعالي جدا نختار في ابراهيم كأس عادل العرب. ولا حسين فيصل؟ ابراهيم عادل خلاص، فهي حسابات يعني. خلي بالك انا مش معنى ان انا جبت لعيبه في بطوله عربيه اللي هي بطوله كانت مفروض انها تم الاتفاق عليها انها بطوله تجريبيه للاعبين، وفوجئنا طبعا ان كل المنتخبات رايحه تنافس بشكل كبير ورايحه كانت مستوى التنافسيه عالي فيها. مش معنى ان انا بطوله تجريبيه ناخد العناصر اللي معايا او اللي شاركت بشكل كويس، انا محتاج العناصر اللي تصنع الفرق. وانا لو هتتكلمي بقى في ابراهيم عادل ولا حسين فيصل، طب ما تريزيجيه كده كده رجع تمام. وهيرجع المنتخب، فمين هيلعب هنا اصلا غير تريزيجيه؟ طيب تحطي رفعت بديل ولا ابراهيم عادل ولا حسين فيصل؟ هي حسابات مدير فني، خلي بالك في الاول وفي وفي الاخر. رمضان صبحي لكن انت برضه. عندك اصلا ورمضان، لكن انت عندك اصلا العناصر اللي خاصه اللي في الخط الامامي محسومه. مفيش حد هيلعب على مصطفى محمد، الاول ما حدش هيلعب على محمد صلاح، يعني احسن لعيب في العالم ما حدش هيلعب عليه. طبعا صلاح هيلعب، تريزيجيه هيلعب، مصطفى هيلعب، هيتبقى مركز 10. ده اصلا في بعض الاوقات كيرش يعني مش بيشتغلوا، ممكن يلعب بثلاثه ثلاث وقدامهم بنجرات. صلاح وتريزيجيه ومصطفى. فبالتالي هو الاستبعاد مش غريب، هو انا مبسوط ان في عناصر خدت فرص تمام. زي حسين فيصل في البطوله العربيه، ولكن الغريب بالنسبه لي او اللي مش مفهوم تماما هو موضوع طارق.